السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي على قناة حكيم أكاديمي. اليوم سنحاول حساب نهاية المتتالية الآتية. قبل المرور إلى العمليات الحسابية، سوف نحاول أن نفسر الظاهرة التي تمثلها هذه المتتالية. لنفترض أننا وضعنا كمية من المال في بنك معين، نرمز لهذه الكمية بواحد لتكون 1 مليون مليار وحقيبة مهما كانت الكمية، مع فائدة 100% في السنة. ماذا سوف نحصل عليه في رأس السنة؟ سوف نحصل على 1 زائد 1، 1 الذي هو رأس المال، و1 الذي هو الربح. نفترض أننا جزأنا السنة إلى فترتين، فترة أولى من 6 أشهر بفائدة 50%، وفترة ثانية من 6 أشهر بفائدة 50%. على ماذا سنحصل في نهاية السنة؟ سنحصل على 1 زائد 1 على 2 في نهاية الفترة الأولى، سيكون هذا هو رأس المال الجديد. سوف نحصل على 1 زائد 1 على 2، الكل أس 2 في نهاية السنة. لنفترض أننا جزأنا السنة إلى فترات من 4 أشهر أو شهر، 15 يوما، يوم، دقيقة، ثانية. ماذا سيقع للمبلغ الذي نحصل عليه عند نهاية السنة؟ لتكن إن عدد الفترات أو عدد أجزاء السنة الذي جزأنا السنة عليه. إذن المبلغ الذي سوف نحصل عليه في نهاية السنة هو 1 زائد 1 على N، الكل أس N، وهذه هي المتتالية التي نحن بصدد دراستها. سوف نرى سلوك هذه المتتالية، أي هل هي تزايدية أو تناقصية، أي بمعنى آخر ماذا يقع للمبلغ الذي نحصل عليه في نهاية السنة إذا ارتفع عدد الأجزاء أو نقص. نضع الأعداد الآتية: أصفر يساوي 1، وأواحد يساوي أ2، يساوي أ3، يساوي أN. كل هذه الأعداد تساوي 1 زائد 1 على N. المتوسط الهندسي لهذه الأعداد هو هذا العدد G، يساوي جذر من الدرجة N زائد 1 لجدائها، جذر من درجة N زائد 1 لهذا العدد كل أس N. المتوسط الحسابي هو بكل بساطة مجموع الأعداد مقسوم على عددها، يساوي 1 زائد N عامل 1 زائد 1 على N، الكل على N زائد 1. إذا بسطنا سوف نحصل على هذا العدد. لدينا هذه المتفاوتة المشهورة التي تقول أن المتوسط الهندسي لأعداد حقيقية موجبة أصغر أو يساوي من متوسطها الحسابي. رابط البرهان على هذه المتفاوتة ستجدونه. إذن نرفع الطرفين إلى قوة N زائد 1 فنحصل على الآتي: نعوض بقيمة كل جزء سوف نحصل على الآتي، بمعنى أن متتاليتنا هي متتالية تزايدية. السؤال: هل تؤول هذه المتتالية إلى ما لا نهاية، أو أنها تؤول إلى عدد حقيقي؟ أي بمعنى آخر ماذا يقع للمبلغ الذي نحصل عليه في نهاية السنة؟ هل هو منتهي أم أنه يتزايد بشكل غير مراقب؟ سوف نحاول حساب نهاية المتتالية. لدينا 1 زائد 1 على N، الكل أس N، يمكن كتابتها على شكل إكسبونونسيال N جداء لوغاريتم النيبيري. 1 زائد 1 على N تساوي الإكسبونونسيال لوغاريتم النيبيري 1 زائد 1 على N، الكل مقسوم على 1 على N، يعني هذا الN حولناه إلى المقام. بما أن هذه الدالة تؤول إلى 1 في الصفر، وهذه المتتالية تؤول إلى الصفر في ما لا نهاية، فإن نهاية هذه المتتالية تؤول إلى 1 عندما يؤول N إلى زائد لا لا نهاية. أظن أن هذه العناصر واضحة. نعوض هذه القيمة في هذا التعبير ونحصل على الآتي: نهاية متتاليتنا تؤول إلى E في زائد ما لا نهاية.
يعني أن الربح في نهاية السنة لن يتجاوز القيمة التي تقريبا هي 2.71. شكرا.